بما أنه بدأت موسم الشتاء وفي هذه الفترة تزيد حالات أمراض الجهاز التنفسي وخاصة الأمراض الفيروسية والتي تنتقل بسرعة بين المواطنين وبين الناس وخصوصا بالأماكن المزدحمة تنتقل عن طريق الهواء مباشرة، فلهذا ننصح احنا المواطنين والناس بصورة عامة بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة وخصوصا في المدارس والتجمعات والأسواق والدوائر، وفي حالة عدم يعني وجود في حالات ازدحام يكون الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل لبس الكمامة والابتعاد عن الأمراض الناس المصابين قدر الإمكان مسافة حتى لكي لا يتم انتقال الأمراض إليهم. الكمامة تقلل إلى درجة كبيرة من انتقال الأمراض لأنه عادة خاصة الأمراض الفيروسية تنتقل عن طريق الهواء وعن طريق الأمراض الجهاز التنفسي، فالكمامة تمنع حد كبير الانتقال المباشر مع الابتعاد مسافة عن الأمراض تكون الوقاية أفضل. إذا أكو الناس المرضى يفضل عدم ملامسة الناس الأصحاء وعدم تقبيلهم وعدم الاختلاط بهم، تنبيه الأطفال وتعليمهم على وسائل الحماية الشخصية والابتعاد عن الأمراض ولبس الكمامة وكذلك العناية بنظافة الجسم.